السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مساء الصحة، مساء الجمال، في حلقة جديدة من حلقات برنامج ملعب المظاليم. معانا كل ما هو جديد، كل ما هو يخص ملاعب المظاليم على مستوى الجمهورية، ولكن قبل حلقتي بقدم التحية لزميلي محمد عبد النبي. أهلا بك يا كابتن نار. أهلا بك يا كابتن طارق، وأهلا بكل السادة المشاهدين والمتابعين لملعب المظاليم. إن شاء الله حلقة جديدة مليئة بكل الحصريات. معانا إن شاء الله النهاردة تقارير من الملاعب المصرية سواء في القسم الثاني أو في القسم الثالث، وأيضا معانا مداخلات هاتفية وإحصائيات للقسم الثاني والثالث وكل ما هو جديد من خلال ملعب المظاليم. أعزائي المشاهدين، زي ما عودنا حضراتكم إن معانا في أول فقرة من برنامج ملعب المظاليم أخبار ملعب المظاليم. أول خبر معانا أستاذ محمد النهاردة يخص اتحاد الكرة والمهندس عمرو الجنايني. اتحاد الكرة يخاطب الأندية مجددا بشأن مقترحاتها في اللائحة الجديدة. بالفعل يا كابتن طارق، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجنايني خطابات للأندية بالأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال المقترحات قبل وضع اللائحة للنظام الأساسي الجديد لدراستها قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شؤون الاتحاد قبل اعتمادها. كما حدد الخطاب مدة شهر من تاريخه لتسليم المقترحات، وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابا سابقا بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، وبدأت اللجنة ملف تعديل اللائحة اللي هو النظام الأساسي للجبلية والتي ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل. كما طلبت اللجنة الخماسية أيضا بجزء من تكاليف استخدام تقنية الفار التي تم الاستقرار عليها بنسبة كبيرة يا كابتن طارق من الدور الثاني للدوري المصري. تمام، تاني خبر معنا يا كابتن محمد. أعزائي المشاهدين، الجبلاية ترفض قيد بدائل الكهرباء والنقاز بالزمالك. موضوع كبير يا كابتن محمد وهنتكلم فيه في حلقتنا النهارده. بالفعل يا كابتن طارق، رفضت اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره قيد بدائل لمحمود كهرباء، محمود عبد المنعم كهرباء وحمد النقاز من قائمه الزمالك الشتويه، وتحديدا في يناير المقبل، مؤكدا طبقا للوائح لا يوجد استبدال في يناير المقبل، وان اللوائح التي بدات المسابقه بها لم يتم تعديلها في منتصف الموسم حفاظا على شرعيه المسابقه حتى النهايه، وان الزمالك يتبقى له مكان واحد فقط في القائمه لقيد لاعب جديد عن طريق الاستبدال، وهو ما سيتم تنفيذه. كابتن طارق، هذه مشكله ان شاء الله يعني هنتكلم مع الساده المشاهدين بخصوصها، ان موضوع الاستبدال لا يوجد استبدال هذا الموسم. هنتكلم فيها في حلقتنا يا كابتن محمد في بعد ما نخلص من اخبار ملعب المظاليم. معانا ثالث خبر، للاسف رحيل الكابتن احمد الكاس نجم مصر ومنتخب مصر ومنتخب الزمالك من تدريب الاولمبي. بالفعل قرر الكابتن احمد الكاس الرحيل عن القياده الفنيه للاولمبي بعد الهزيمة أمس أمام الحمام المطروحي بهدفين مقابل هدف، وهو ما أوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر للمجموعة الثالثة بدور القسم الثاني. الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد الكاس لعب 10 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 5 مباريات. عندنا خبر مهم جدا يا كابتن محمد بيخص المجموعة الثالثة، مجموعة بحري مجموعة النارية، تعادل فرقه وفوز المحلة والبلدية والحمام والمنصورة بالجولة العاشرة للقسم الثاني. إن شاء الله سنتعرض بالتفصيل لهذه المجموعة عقب الأخبار إن شاء الله، لكن حافظ فريق فرقه بقيادة أحمد عاشور تصدره لقمة المجموعة الثالثة بالقسم الثاني بعد تعادله خارج ملعبه سلبيا مع أبو قير الأسمدة، ليرتفع رصيده ل 22 نقطة وتجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة، كما وصل غزل المحلة والبلدية والحمام والمنصورة الفوز في مباراة أمس. آخر خبر معنا أعزائي المشاهدين، خبر مهم جدا، بتروجيتي استغنى عن رجب وميدو وعجل في الميركاتو الشتوي. بالفعل يا كابتن طارق، قرر مجلس إدارة نادي بتروجيتي فسخ التعاقد مع حسين رجب ومحمد حسن ميدو ثنائي الهجوم وأحمد عجل لاعب الوسط خلال الميركاتو الشتوي الحالي لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة
الانتقالات الشتوية المقبلة، ولم يقتنع الثلاثي رجب وميدو وعجل المدير الفني الحالي للفريق الكابتن علاء عبد العال الذي طالب بضرورة الاستغناء عنهم وسرعة التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد. أعزائي المشاهدين، في نهاية أخبار ملعب المظاليم نطلع سريعا لتقرير مهم جدا المنصورة ومالية كفر زيات ونرجع لكم تاني. الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا ده كرم من عند ربنا. اللعبة النهارده كانوا رجاله ما شاء الله، الحاجات اللي احنا قلنا عليها اتنفذت ان شاء الله. انا بقعد جمهور المنصوره الحبيب اللي بيسميه ده كل فتره، ان شاء الله بقول لهم ان المنصوره جايه باذن الله. ودي مرحله، احنا لسه ما عملناش حاجه، خلاص الماتش ده النهارده مرحله، ودي المرحله الثانيه، واحنا بناخد كل ماتش بماتش. يعني ده ماتش ثلاث ماتشات على ملعبنا النهارده، بنلعب كفر الزيات، خلاص خلصنا، برضه هنفكر من ماتش الرجاء من النهارده ان شاء الله. ربنا يكرمنا باذن الله الماتشات الجايه يا رب. حضور المحافظ النهارده ومجلس اداره النادي كان ليه اثر يا كابتن ياسر؟ طبعا المحافظ احنا بنشكره، يعني الراجل جانا امبارح التمرين. في اداء كويس من اللعيبه، الروح عادت تاني للفرقه، في اصرار وعزيمه على تحقيق الفوز. بنلعب كره هجوميه، بنلعب كره يلا. كنا نستاهل الثلاث نقط، ان شاء الله نحاول نجمع نقط اكتر ما يمكن الفتره الجايه باذن الله، ونحسن مكاننا في الجدول ان شاء الله، ونصعد السنه دي باذن الله. الحمد لله اهم حاجه النهارده الثلاثه بونت اللي جم على ارضنا. كلمه وجهه لسياده المحافظ اللي حضر الماتش النهارده وجمهور المنصوره. دور ودعم، الدعم بتاعه المادي والمعنوي، وربنا يكرم في الماتش اللي جاي. البعض دكتور محمد قال ان المنصوره هتنزل درجه ثانيه، درجه ثالثه، وكان في موجه تشاؤم جامده، تقول لهم ايه النهارده؟ اظن انا رديت عليك قبل كده، قلت لك انا معانا فرقه محترمه، المنصوره ان شاء الله عمرها ما هتنزل. المنصوره فريق كبير، هيفضل كبير. ملعب المظاليم، انتهى لقاء المنصوره وكفر وماليه كفر الزيات، فوز المنصوره بهدفين مقابل لا شيء، لتخرج جماهير المنصوره تتغنى لفريقها يا محل دير العصوره وبلدنا هي المنصوره. من استاد المنصوره الرياضي كان معكم ياسر عبد الرازق لملعب المظاليم. شكرا للزميل المتالق دائما ياسر عبد الرازق على هذا التقرير المتالق. ياسر عبد الرازق، نقلنا كابتن محمد تقرير عن المنصوره بفوزها على ماليه كفر زيات 2-0، وفرحه غارمه شفناها من جماهير المنصوره. احلى لفظ قاله الكابتن ياسر، يا محل دين العصفوره فرقتنا هي المنصوره، ودايما المنصوره في العلالي. حضر هذا اللقاء يا كابتن طارق الدكتور ايمن مختار محافظ الدقاليه، والاستاذ حاتم المير رئيس نادي المنصوره، واعضاء مجلس النواب، وايضا كل الشكر وكل التحيه للكابتن ياسر عبد الواحد المدير الفني، والدكتور حسن المدرب العام، وكل الجهاز الفني والاداري والطبي اللي وقفوا مع فريق المنصوره في كبوته وحققوا فوزين متتاليين، يعني انقذهم من مركز متاخر جدا الى وسط الجدول. كل الشكر وكل التقدير لكل ابناء المنصوره الاوفياء اللي واقفين جنب فرقه كبيره، فرقه عظيمه، فرقه المنصوره اللي دايما، يعني احنا قلنا المنصوره كان في وقت من الاوقات كان فيها 7-8 لعيبه في منتخب مصر، وصلوا لنهائي كاس مصر ومثلوا مصر في البطولات الافريقيه. كل الشكر وكل التقدير لابناء المنصوره، ودايما المنصوره. بس انا عندي نقطه هنا يا كابتن محمد. اتفضل. انا عندي المنصوره لما بتغلب ماتش بنتصور ونهلل ونسقف ومفيش تخطيط للمباراه القادمه. تمام. احنا عاوزين بعد المباراه ديت او بعد الفوز دوت نرسم طريق للمنصوره او خطه للوصول للدوري الممتاز. دكتور ايمن مختار، يعني شفناه في هذه المباراه بيتنطط مع كل كوره، وكل هدف بيحرز بيشجع كانه ابن من ابناء المنصوره، ومتعاطف جدا، ووفر حتى الان 110 ألف جنيه لفريق المنصوره لدعمه خلال الفتره القادمه ان شاء الله.
ما دلوقتي احنا جالنا الرساله دلوقتي ان الغرفه التجاريه رفضت ان هي تسلم ال 100,000 جنيه لنادي المنصوره. لا، هو بالفعل كابتن احمد رعب رئيس الغرفه التجاريه و10,000 جنيه من ايضا رجل اعمال، هم المبلغ 110,000 حتى الان، وجاري ان شاء الله ابناء المنصوره ابناء اوفياء هيقفوا جنب نادي المنصوره كل الدعم وكل يعني بحيث ان المنصوره يرجع لمكانه الطبيعي بين الكبار ان شاء الله. يا ريت من محافظ الدقهليه الدكتور ايمن مختار والقيادات التنفيذيه بالمحافظه ان يقفوا بجانب فريق المنصوره ورجال الاعمال خلف هذا الفريق للوصول للدوري الممتاز ان شاء الله في الفتره القادمه، ويا ريت نخف شويه من الشو الاعلامي لنادي المنصوره ونسيب الفريق يشوف طريقه الى الممتاز. اعزائي المشاهدين، معنا استاذ محمد اول المجموعه الاولى الجوله العاشره. كابتن محمد الصعيد الالومنيوم 2-1 على ديروت، الاعلاميين فاز 2-1 على لو سمحت مارينا كده تنزل لنا النتائج والترتيب بتاع المجموعه الاولى. ايوه معانا على الشاشه هي. اعزائي المشاهدين على الشاشه امام حضراتكم المجموعه الاولى بمجموعه الصعيد بعد الجوله العاشره، الالومنيوم 2-1 على ديروت، الاعلاميين 2-1 على الفيوم، بترول اسيوط 2-1 تليفونات بني سويف، بني سويف يخسر على ارضه 1-0 من البنك الاهلي كابتن محمد. تمام. المنيا 2-1 على طهطا، اخيرا سوهاج مع شبان قنا 0-0، وتوقفت هنا عند لحظه كابتن محمد ان جميع النتائج 2-1. معظم النتائج هي يعني في ثلاث مباريات اللي انتهت النتائج فيهم اربع مباريات ان 2-1، وايضا يعني مباراه واحده 1-0، ومباراه ثانيه اللي هي السته مباراه تعادل سلبي 0-0. تمام. نيجي لترتيب المجموعه مع كابتن محمد. نيجي لترتيب المجموعه كابتن طارق، في المركز الاول فريق البنك الاهلي الصاعد من القسم الثالث هذا الموسم 21 نقطة، بني سويف 20 في المركز الثاني، الألمونيوم 19 في المركز الثالث، وكل الشكر وكل التقدير للكابتن ياسر الكناني اللي دايما يعني دخل في المنافسة. فريق الألمونيوم بيقود الفريق الألمونيوم الكابتن ياسر الكناني ابن من أبناء المنصورة بيصعد بهم للمركز الثالث 19 نقطة، شبان قنا في المركز الرابع 18، تليفونات بني سويف في المركز الخامس 15 نقطة، المنيا في المركز السادس 14 نقطة، بترول أسيوط في المركز السابع 14 نقطة، الإعلاميين في المركز الثامن 13 نقطة، سوهاج في المركز التاسع 12 نقطة، الفيوم في المركز العاشر 10 نقاط، ديروت في المركز الحادي عشر 5 نقاط، ثم بيتزيل المجموعة فريق طهطة بأربع نقاط فقط. في هنا كابتن محمد حاجة شدت انتباهي ان على قمم المجموعات الثلاثة شركات. عندك سيراميكا كليوباترا في المركز الأول. تمام. مجموعة الثانية القاهرة. فاركو. عندك البنك الأهلي في المجموعة الأولى على قمة المجموعة. تمام. عندك فاركو شركة الأدوية على قمة المجموعة كابتن محمد. ما هو ده ما ودكش لحاجة تانية؟ هو الأندية الجماهيرية في انقراض يا كابتن طارق، ودي للأسف الأندية الجماهيرية زي غزل المحلة، المنصورة، شايفين كفر الشيخ الوقت في القسم الثالث، الشرقية في القسم الثالث، أندية لها صولات وجولات في كرة القدم نزلوا القسم الثاني والقسم الثالث. احنا من هنا بنقول لاتحاد الكورة ووزارة الشباب والرياضة الوقوف بجوار الأندية الجماهيرية نظرا لأن المال طغى على الرياضة، يعني كل الشركات حتى الآن زي ما انت حضرتك ذكرت البنك الأهلي في على قمة مجموعة الصعيد، بيأتي سيراميكا كليوباترا في على قمة المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة، ثم بيأتي فريق فاركو على قمة المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة بحري واسكندرية. ويعني دي بنقول نظرة للأندية الشعبية. تمام. معانا أعزائي المشاهدين المجموعة الثانية اللي هي المجموعة القوية جدا اللي فيها إيه يا كابتن محمد؟ اللي فيها الترسانة وسيراميكا كليوباترا والنجوم والسويس. تعالى نشوف نتائج الجولة التاسعة مع المجموعة الثانية يا كابتن محمد. المريخ ينهزم على ارضه 4-2 من الداخليه كابتن محمد. تمام. النجوم على ارضه برضك من سيراميكا كليوباترا 2-1، منتخب السويس 2-1 على بتروجيت، كانت مباراه قويه كابتن محمد في السويس، كوكاكولا 1-1 مع الزرقاء، كل الشكر والتقدير في اخر دقيقه كابتن محمد في الدقيقه 92 الكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني للزرقاء يتعادل مع كوكاكولا 1-1 في اول مباراه له. الترسانه 1-0 على القناه
جمهورية شبين اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله مع النصر. كابتن طارق، أنت حضرتك ذكرت إن إحنا كنا بنقول للكابتن عبد اللطيف الدوماني اللي يعني موقفه صعب جدا، فريق الزرقاء عنده نقطتين قبل المباراة الماضية، لكن راح كوكاكولا، وكوكاكولا فرقة مميزة جدا عندها 13 نقطة، بيأتي في المركز السادس ومحقق نجاحات هذا الموسم والموسم الماضي. قدر فريق الزرقاء بقيادة الكابتن عبد اللطيف الدوماني ان هو يعني يحقق الفوز، وكان فرقة كوكاكولا احرزت هدف التقدم من ضرب الجزاء، وبكده يكون كابتن الدوماني حصل على اول نقطة في مباراة متميزة جدا خارج الديار، لمباراة مع منتخب السويس ان شاء الله يوم الاثنين القادم. بنتمنى كل التوفيق لكل الأندية. بياتي في ناتي سريعا في ترتيب المجموعه الثانيه يا كابتن طارق، حضرتك لنا مرينا بس على الشاشه بسرعه. سيراميكا كليوباترا في المركز الاول 21 نقطه، القناه في المركز الثاني 15، منتخب السويس في المركز الثالث 15، الداخليه في المركز الرابع 13، جمهوريه شبين في المركز الخامس 13، كوكاكولا في المركز السادس 13، النجوم في المركز السابع 11 نقطة، النصر في المركز الثامن 10 نقاط، بتروجيت يا كابتن طارق الهابط من الدوري الممتاز في المركز التاسع بتسع نقاط، الترسانة وما أدراك ما الترسانة في المركز، ده اللي زعلان عليه كابتن محمد الترسانة، كابتن محمد صلاح مدير فني كوف على أعلى مستوى، ولكن سوء النتائج معاه والمباريات مع الترسانة مش هو فايز على القناة في الأسبوع الماضي، يعني محقق الفوز على القناة وفرقة القناة في المركز الثاني، يعني محقق برضك نتيجة إيجابية في هذا الأسبوع. الترسانة في المركز العاشر 9 نقاط، ثم المريخ في المركز 11 6 نقاط، ثم بيتزايل القائمة فريق الزرقاء ب3 نقاط فقط. أعزائي المشاهدين، نكمل المجموعة الثالثة، ولكن نطلع لتقرير مهم جدا وحصري لبرنامج ملعب المظاليم، ذبح خروف لفك نحس فريق بني عبيد. والله مجنون. لا ما خلصش. اوعى سمس. طب خليه ينتظر بس في المبنى الاجتماعي 10 دقايق واحنا على النبي. يخش يقعد جوه. صوت يا جماعه. على النبي. شفتوا لك ازاي؟ خد سلبي. حد بيقطع بالسطور. ايوه كده. جزار بتاع جزر. منشوره يعني؟ حاسس ليه كده؟ انا متفرج بس. اكدك يا احمد، حط على العرض. لا خلاص هو خلاص، احنا جمعنا كده والله حرام. خلاص والشكر لله. احنا طبعا بنلعب كل 3 ايام مباراه، فوضع طبيعي ان انت مش هتدي اللعيبه اللي بتلعب على طول، يعني مثلا احمد رمضان لعب 4 مباريات او 5 مباريات، فالنهارده الحمل عالي عليه جدا، فالنهارده قلنا نريحه وندي شوكا فرصه، خاصه ان شوكا نزل الماتش اللي فات وكان لوكو حضور جيد، وبخبرات شوكا النهارده عمل ماتش عالي جدا الحمد لله والشكر لله. النهارده كمان في عنصر مش جديد طبعا، انما خد فرصه ثانيه بسام، قد ماتش المطريه جيد جدا النهارده، كان جيد جدا النهارده، ادينا له مساحه كويسه جدا. هشام وهبه رجع برده بقى له ماتشين بيلعب وماشي كويس جدا، رامي نفس الوضع الحمد لله شكرا لله. انت لما يكون عندك بدائل واقفه على رجليها وجاهزه، تقدر من خلال السبت للثلاث تقدر تدعم ب3-4 لعيبه يشيلوا ويقدم، وده اللي ممكن يصنع الفرق بينك وبين الفريق المنافس يعني. والله انا الحمد لله النتيجه طبعا دي بتاعت ربنا، انما الشوط الاولاني بني عبيد، الشوط الثاني كله منزله، انت شايف يعني الشوط الثاني كله من اوله لاخره اكتر من 80% استحواذ
الاتحاد المنزله وضيع اكتر من 4-5 فرص وفرصه سهله جدا، مع ان الجون عامل ماتش كويس جدا، انما والد ان الكره تقع من ايد اي حد وتخش جون يعني. انما الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله رب العالمين. يعني 3 بونت مهمين جدا للصعود ان شاء الله او امر الله باذن الله، برضه 3 بونت يجيبوا 3 بونت الجايين ان شاء الله باذن الله، ماتش كهربا باذن الله يوم السبت باذن الله. نحمد ربنا طبعا على الفوز النهارده، وبنحمد ربنا طبعا على التفاف الجمهور حوالينا والناس كلها معانا اهوت، وبنقول يا رب ان شاء الله باذن الله الصعود بامر الله. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع برنامج ملعب المظالمة. كابتن محمد، معانا المجموعة الثالثة اللي هي فيها نسبة أهداف عالية جدا الأسبوع ده كابتن محمد. الجولة العاشرة، المنصورة فازت على مالية كفر الزيات في المنصورة 2-0، الأولمبي انهزم على أرضه 2-1 من الحمام، سبب رحيل الكابتن أحمد الكاس. بيلا يخسر على أرضه 5-0 من غزل المحلة كابتن محمد. تمام. بلدية المحلة 1-0 على الكرنس. 2001 زي ما صرح لنا الكابتن جمال الصرف رئيس النادي الحلقة الماضية. المشكلة بتاع الأسبوع اللي فات. خسر على أرضه 5-0 من غزل المحلة. تمام. بلدية المحلة 1-0 على الكرنس، أبو قير للأسمدة 0-0 مع فاركو، الرجاء المطروحي 1-1 مع دمنهور، ودي أعلى نسبة أهداف في المجموعة الثالثة الأسبوع العاشر في الجولة العاشرة كابتن محمد. سريعا كده يا كابتن طارق الترتيب، فاركو 22، غزل المحلة 20، الرجاء 16، دمنهور 15، بلدية المحلة 15، الحمام 14، ديكيرنس في المركز السابع 14 نقطة، بقير 13، المنصورة في المركز التاسع 13، الأولمبي في المركز العاشر 11، مالية كفر الزيات في المركز 11 4 نقاط، بيلا في المركز الأخير 4 نقاط. مباريات الأسبوع القادم يا كابتن طارق مباراة مهمة جدا، المنصورة هيلعب أيضا مباراة هذا الأسبوع مع الرجاء في المنصورة. تمام. يعني لعب الأسبوع اللي فات في المنصورة، هيلعب الأسبوع ده في المنصورة، وتم ترحيل المباريات كانت هتقام يوم الثلاثاء لتقام يوم الاثنين بمناسبة رأس السنة. ما انت عندك يا كابتن محمد الأول والمركز ال 13 للمنصورة فيه 9 نقاط. العملية قربت خالص للمنصورة، لو فاز المباراة القادمة ممكن يصعد في المركز الرابع. تمام. يعني يدخل في المنافسة. تمام. أبو دمنهور مع أبو قير للأسمدة، فاركو مع بلدية المحلة، ديكيرنس مع بيلا، وغزل المحلة مع الأولمبي، والحمام مع عملية كفر الزيات. فرصة ديكيرنس في المباراة القادمة إن هو يفوز على بيلا، يعني خسران على أرضه 5-0، هيلاعب فريق ديكيرنس فريق بيلا المباراة القادمة يوم الاثنين، واللي كده المجموعة الثانية يا كابتن طارق هتلعب الحد، والمجموعه الاولى هتلعب الحد، والمجموعه الثانيه والثالثه هيلعبوا يوم الاثنين. تمام. نظرا لان انشغال الامن باحتفالات راس السنه الميلاديه كل عام والاخوه. تمام. المسيحيين. تمام. بخير. سريعا كده يعني احنا شفنا لقطه الخروف يا كابتن طارق، انا لسه هتكلم فيه دلوقتي. حكايه بقى ذبح الخروف يعني في بلديه المحله الاسبوع الماضي عشان يفك النحس، وانتوا الاسبوع امبارح ذبح خروف عشان تفك النحس، ايه حكايه النحس في الملاعب المصريه يا كابتن محمد؟ هو قبل ما ناخد كلمتك ناخد المداخله من كابتن عادل صديق المدير الفني لنادي بني عبيد، والف مبروك على الفوز وقمه المجموعه التاسعه يا كابتن عادل. السلام عليكم، ازيك يا كابتن طارق؟ حياك الله وبركاته. كل سنه وانت طيب، كلمني على كابتن محمد كتير. اتفضل يا كابتن عادل. ازيك يا كابتن عادل، والف مبروك الفوز بالامس في مباراه كبيره امام المنزله 3-0 وتصدر المجموعه التاسعه مجموعه الدقاليه برصيد 29 نقطه، يعني اداء ولا اجمل ولا احسن من كده من فريق بني عبيد هذا الموسم بقياده النجم الخلوق الكابتن عادل صديق، اللي محقق 9 تسلم يا كابتن محمد، تسلم. 9 مباريات فوز وتعادل مباراتين وهزيمه مباراتين، بكده يكون حقق العلامه 29 نقطه وعلى قمه المجموعه التاسعه. شعور حضرتك واحساسك وتمنياتك هذا الموسم ان شاء الله. الحمد لله يا كابتن محمد، وببارك لك طبعا كعنصر من عناصر المنظومه اللي موجوده في بني عبيد،
كمدير اداري ليك باع طويل مع الفرقه ومع نادي بني عبيد، بقول لك مبروك، ومبروك للعيبه الرجاله الحمد لله، ومبروك للدكتور الماس وهشام رضوان ومجلس اداره كابتن ناشد كابتن محسن شادي اللي متواجدين وبيدعمونا، مبروك لجماهير بني عبيد الوفيه اللي دايما مخلصه ورانا الحمد لله والشكر لله. احنا النهارده بنعتلي القمه بفرق بونت عن شربين وفرق 4 بونت عن نابوروس، وعندنا مباراه في نهايه الدور الاول ان شاء الله مع كهرباء الطاقه يوم السبت، نتمنى التوفيق ان شاء الله وربنا يكرمنا بالفوز يا رب عشان نسلمش الدور الاولاني واحنا اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. تمنيات ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ان شاء الله بتحقيق الانجاز وحلم الصعود والعوده الممتاز ده اللي هو مكان بني عبيد الطبيعي، فان شاء الله باذن الله من بكره ان شاء الله ومن النهارده بنركز في ماتش كهرباء طلخة وبنحفز اللعيبه وبنشوف ايه السلبيات في الماتش اللي فات برغم الفوز بنتيجه 3-0 وكان اداء اللعيبه جيد جدا، وكمان قبلها كان ماتش المطريه كان ماتش صعب جدا بره الارض وقدرنا نحصل على الثلاثه بونت بنتيجه 2، فالحمد لله والشكر لله كان فوز جميل وفوز ادى الثقه للواد اكتر واكتر والمكانات الطبيعيه لمجموعه اللعيبه اللي موجوده في التيم، مجموعه لعيبه عاليه جدا بيقدم شوكه وعدا وعاكف ومحمد طلب وباقي اللعيبه الموجوده عادل جمال ورجب عبد التواب واحمد رمضان والحسين وعصام ومحمد نبيل وسيلا واللمبي وبسام مشروع اللعيب الواعد الصاعد اللي هيبقى لعيب له مكانه كويسه جدا في نص الملعب، وانا بتوقع له ان هو يكون في الدوري الممتاز بعد فتره ان شاء الله قليله. كمان اللعيبه اللي ابو شريف عبد الحميد وطارق وهدان ومحمد الحسيني كل اللعيبه اللي موجوده، محمد الشيخ اللي احرز 3 بونت في ماتش المطريه بالتعاون مع زمايله، ببارك لهم كلهم وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وهشام بكر وهشام وهبه كل اللعيبه اللي موجوده معانا ورامي ادري مش عايز انسى حد وشيكا الصغير واحمد عبد القادر وصبري حسن كل اللعيبه اللي شاركت واللي بتشارك بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله نحقق حلم الصعود لجماهير بني عبيد ان شاء الله بيبقى. كل التوفيق لحضرتك والنادي بني عبيد الرياضه يا كابتن يا كابتن عادل، بشكرك يا كابتن محمد وكابتن طار وكابتن مارينا على المداخله الجميله وبتمنى لكم التوفيق في البرنامج وان شاء الله نكون قريب معاكم ان شاء الله. ان شاء الله تشرفنا يا كابتن، تشرفنا نكون معاكم ان شاء الله، شرفنا يا كابتن ان شاء الله. شكرا للكابتن، شكرا للكابتن عادل صديق المدير الفني للنادي بني عبيد. نرجع لموضوع الخروف يا كابتن طارق بقى ونقول يعني احنا اذعنا لقطه خروف غزل المحله وبلديه المحله الاسبوع الماضي، النهارده لقطه ثانيه لفرقه بني عبيد، فرقه بني عبيد على قمه المجموعه التاسعه مجموعه الدقاليه برصيد 29 نقطه، دايما بيفوز كل الماتشات اللي خارج ارضه، على ارضه خسر مباراتين ودي المباراتين اللي خسرهم بس يا كابتن طارق. فيعني فكر مجلس الاداره بقياده الدكتور هرماس رضوان واعضاء مجلس الاداره كابتن حمدي عوض والكابتن هشام رضوان والمدير التنفيذي المتميز الاستاذ اسلام الاحمدي، فكروا ان هم يجيبوا خروف ويذبحوه ويطلعوا منه جزء كبير للناس الغلابه الناس العاملين بالنادي، والجزء الاخر تم طهيه واللعيبه اتعشت بيه ليله ماتش المنزله. تمام. والحمد لله تحقق المراد. تمام. وفازوا في المباراه 3-0. تمام يا كابتن محمد، معانا الزميل المتالق دائما والمعلق الرياضي المتميز اللي انا قلت من هنا من ملعب المظالم يا كابتن محمد ان هو مكانه في دور الممتاز، بالامس الاتحاد العربي للاكاديميات اختاره ان يكون رئيس لجنة الإعلام للاتحاد العربي للأكاديميات كرة القدم بالقاهرة، والمتحدث الرسمي كابتن محمد أحمد مجاهد. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك كابتن طارق، وأهلا بحضرتك كابتن محمد عبد المنان، وتحياتي لكل المتابعين وكل الأصدقاء المتواجدين في برنامج معهم المظالمين. ألف مبروك يا أحمد، ومن هنا بنقول لك مبروك ومبروك لمحافظة دمياط بيك. الله يبارك فيك يا كابتن طارق، وطبعا أنا بشكر حضرتك على الاهتمام وكابتن محمد، وبشكر كل الناس اللي سندتني ووقفت جنبي من يوم ما دخلت الاتحاد يعني من فتره من سنتين، والحمد لله الامس امبارح كابتن طارق طعيمه اصدر امر اداري ان اتواجد كرئيس اللجنه هنا متواجده بالقاهره بمصر، والحمد لله باذن الله يعني في بطوله عندنا هتقام، وحتى كابتن طارق كان بيتكلم ان هيكون في بروتوكول بيتوقع ومع حضراتكم اسمعوا المظالم بالنسبه للاتحاد والبطولات اللي هتقام في ارض مصر هتقام وهتكون حصريا لملعب المظالم. انت سفير لبرنامج ملعب المظالم يا احمد، وشرف لنا ان يكون موجود معانا في فريق عمل ملعب المظالم. اولا احنا كابتن احمد احنا انت شخصيه محترمه جدا، انسان على خلق، ومعلق رياضي متميز جدا، احنا يعني عشرناك عن قرب وانت ونعم
الناس المحترمة والناس المخلصة في عملك. احنا هنا بنقدم لك شهادة تقدير وشهادة شكر من أسرة ملعب المظاليم، انت كأحد أفرادها، وبنشكرك، وإن شاء الله وجودك كرئيس للجنة شرف لنا في برنامج ملعب المظاليم. حبيبي كابتن محمد، ده شرف ليا طبعا، وانا بشكركم على دعمكم التام ليا، وربنا يعني يسهل الامر ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله، يكون في يعني دعم كامل من الاتحاد ان شاء الله، والبروتوكول يتوقع باذن الله في الايام الجايه ان شاء الله. شكرا شكرا للزميل المعلق الرياضي احمد مجاهد من دمياط. كابتن محمد معانا تقرير مهم جدا. اتفضل. تقرير دوري المدارس، لو عاوزين نرجعه مره ثانيه لمدارس مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب، المهندس أشرف صبحي والدكتور طارق شوي وزير التربية والتعليم. نطلع لفاصل ونشوف التقرير لدوري المدارس من مدرسة جميزة بلجاية الإعدادية، ونرجع لكم تاني. اسال حضرتك، ايه رايك في رجوع الدوري تاني مره اخرى؟ في الحقيقه دوري المدارس ده كان حاجه من الحاجات الكويسه جدا، وكانت ايجابياتها كبيره جدا، يعني معظم نجوم مصر وعلى راسهم كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن زيزو كابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر، الاسماء الكبيره دي كانت من دوري المدارس. طبعا بالنسبه لدوري المدارس احنا بنتمناه انه يفضل شغال على طول، لان دوري المدارس دايما بيفرز لاعيبه كره قدم محترفين، وهم اللي النهارده على رؤوس انديه، منهم الكابتن محمود الخطيب، منهم لعيبه كتير جدا، مهما نعد كل ده طالع من دوري المدارس. تشرفت بزياره مدرسه جميزة بلجي الإعدادية المشتركة. موجود جدا، لأن ده حاجة يعني عقودنا صعبة بنشوفها في المدارس، ازدحام المدارس بالطلاب واكتزاز الفصول جاء على حساب الملاعب الرياضية، وكنت لسه بناقش زميلي الأستاذ أحمد التجاني في الموضوع ده. أتمنى من السادة المسؤولين في تنظيم المدارس لازم يكون الملعب موجود علشان تنمية المواهب. بسم الله الرحمن الرحيم. عصام لطفي، موجه بإدارة غرب المنصورة التعليمية. بشكر ضيافتي ودعوتي الكريمه من الاستاذ طارق غالب ومدير المدرسه، وبطلب من وكيل وزاره الاستاذ علي عبد الرؤوف استاذ يحيى باشا بدعم الحركه الطلابيه والنشاط الرياضي داخل المدارس لتنميه القدرات والمفاهيم داخل الطلبه، عشان نقدر نطلع موهبه كويسه لمصر والبلدنا كلها، زي محمد صلاح وزي كل الناس دي اللي هم العباقرة. كانت معكم فوزية كمال من مدرسة جميزة بلجيء الإعدادية المشتركة. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية بعد تقرير دوري المدارس اللي تلعب في مدرسة جميزة بلجاء الإعدادية. كابتن محمد، إدارة غرب محافظة الدقهلية، تقول لي النهاردة عن دوري المدارس. كابتن محمد، إحنا زي ما حضرتك أشرت يا كابتن طارق، إن يعني زي ما قالوا في التقرير، يعني إن كابتن محمد صلاح وكابتن محمود الخطيب وكل لاعيبة مصر خرجوا من المدارس، وشفنا كان في دوري المدارس قبل كده، ودي يعني ثمره انتاج او تعاون بين وزاره الشباب والرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي، وايضا وزاره التربيه والتعليم متمثله في الدكتور طارق شوقي. شفنا ان يعني هذا التقرير من مدرسه جميزه بلجاي الاعداديه، كل الشكر وكل التقدير لمدير المدرسه الاستاذ مصطفى منصور وكل العاملين بمدرسه جميزة بلجاي، عملوا يعني مجهود كبير. شفنا يعني مدربين، شفنا الكابتن أحمد توفيق، وشفنا الناس اللي موجودين في الضيوف في هذا الاحتفال، أداء ولا أجمل ولا أحسن من كده. وإحنا بنقول دايما المدارس ودايما مراكز الشباب هي اللي بتطلع لنا المواهب اللي موجودة أو الذهب اللي موجود في أرض مصر.
معانا مداخله من المنسق الاعلامي لمدرسه جميز الاعداديه الاستاذه فوزيه كمال. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ طارق. مساء الخير استاذ محمد. ازيك يا استاذه فوزيه؟ ويعني اداء متميز، واحنا هنضيفك كده لاسره برنامج بلعب المظاليم من خلال يعني لقاءاتك المتميزه شفناها على في التقرير الماضي. يعني اداء متميز جدا، احنا يعني ان شاء الله يعني بيشرفنا ان انت تكوني موجوده فرد من افراد برنامج ملعب المظاليم. اتفضلي ابله فوزيه، عاوزه تقول ايه؟ تسلم، الشرف ليا يا فندم. عارف شوف، والله في البدايه احب احييكم على برنامج ملعب المظاليم. بجد البرنامج ده بيسلط الضوء على مشاكل المظاليم، بيوصل رساله هادفه لكل مسؤول. واحب اعرف حضرتك ان احنا في محافظه الدقهليه وبالتحديد مدرسه جميزه بالجيل الاعداديه المشتركه، ان احنا حبينا نعمل دوري لكره القدم ونجمع فيه بعض المدارس علشان نحيي بقى فكره دوري المدارس مره ثانيه. تمام. وبالفعل الفكره نجحت وبتفوق كمان، وده بشهاده الجميع اللي حضروا نهائي الدوري. تمام. واحب من خلال البرنامج انشد المسؤولين عن الرياضه معالي وزير الدكتور اشرف صبحي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم برجوع دوري المدارس علشان نظهر المواهب الكرويه والفنيه لخدمه مصر والمنتخب المصري. شكرا، شكرا للاستاذه فوزيه كمال المنسق الاعلامي لمدرسه جميز بجيل الاعداديه. ولكن بنشكر ايضا كابتن محمد، معانا الاستاذ مصطفى منصور مدير المدرسه، وليد فرج منظم الدوره، وصاحب الفكره الاستاذ محمد ملح منسق الدوره، وكل العاملين بالمدرسه وقفوا وقفه رجاله في نهائي الدوره. والتقرير اللي انت شفته يا استاذ محمد حاجه تفرح والله، عملوها الرجاله ووقفوا وقفه رجاله كابتن طارق. اعزائي المشاهدين، نطلع لتقرير مهم جدا لغزل المحله وبلديه المحله وبيلا قصدي، 5-0 يا كابتن محمد، نشوفهم ونرجع لكم تاني. كابتن ابراهيم السوداني من الحكام الممتازه، ومبشره بالخير في الدوري الممتاز ان شاء الله. تحيه من جماهير المحله للكابتن ابراهيم السوداني. ها؟ نهار ابيض. يحيى يا حامد. يلا خالد، يلا هيك كده. الدكتور مجدي الألفي عاشق غزل المحلة ومدرجات الدرجة الثالثة وعضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، تقول إيه بعد الفوز الكبير النهاردة؟ الحمد لله رب العالمين، وأنا ببارك لكم الأول وبارك لجمهور المحلة العظيم اللي أنا بشكره اللي سحب ورانا من المحلة بالأعداد الغفيرة ديت، وإن شاء الله بإذن الله يكون الصعود من نصيبنا السنة دي. ألف مبروك لفوز جميل النهاردة وأهداف بالجملة، تقول إيه النهاردة؟ بقول الحمد لله على النتيجة وعلى الأداء، بس بقول برضو الماتش ده ما يوديناش لبعيد، يعني احنا النهارده برضو برغم المكسب الكبير دوت والاداء بعد مباراه مثيره وقويه جدا، غزل المحله يفوز على بيلا 5-0 مع الرافه واضاع اهداف بالجمله. تقرير خالد حسن وعبد النبي النادي لقناه الصحه والجمال. كابتن عبده يحيى نجم هجوم نادي غزل المحله، تقول ايه بعد الفوز النهارده؟ الحمد لله طبعا 3 نقط مهمين عشان نصعد ان شاء الله السنه دي، والحمد لله عن القادم افضل ان شاء الله. الحاج رضا العزب عاشق كيان غزل المحله وكبير مشجعي نادي غزل المحله، تقول ايه بعد النتيجه الجميله النهارده؟ طبعا الاول بشكر الجمهور كالعاده رقم واحد، ونشكر الجهاز الفني ولاعبتنا ومجلس الاداره. حسام عز المشرف على الكوره، ايه رايك في نتيجه النهارده؟ الحمد لله مكسب حلو قوي قوي. ايه الخطه القادمه للماتشات وانت شايف رؤيتك للمجموعه؟ والله ربنا يسهل، المجموعه بتاعتنا صعبه قوي، وربنا يسهل ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. احنا جواب حد.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد تقرير غزل المحلة وبيلة 5-0 على بيلة. كابتن محمد معانا مداخلة من الصعيد، الإعلام المتميز طارق عاشور، أهلا بك يا فندم. أهلا بك كابتن طارق، وأهلا بكابتن محمد عبد النبي، وأهلا بكل متابعي ومشاهدي برنامج ملعب المظالم. إيه الجديد عندك في الصعيد يا طارق؟ الجديد طبعا أسدل الستارة على المباريات الجولة العاشرة هذا الأسبوع، وشهدت أغلب مباريات الفوز على أصحاب الأرض. حيث جاء ترتيب المجموعة الأولى بالصعيد، أثرت الجولة العاشرة من مباريات الدور الممتاز مجموعة الصعيد بتغييرات كبيرة في جدول الدوري، حيث نجح البنك الأهلي في اقتناص فوز غالي ومهم في مشوار الصعود للممتاز ألف بفوزه على بني سويف بهدف نظيف من ملعبي على ملعبي، ووصل جماهيري ليقف رصيده عند النقطة الـ 20، ويرتفع رصيد البنك لنقطة 21 متصدرا بها المجموعة. بعد الجولة العاشرة كما أن شباك قنا نجح في أخذ نقطة أو اقتناص نقطة من سوهاج المنتعش على أرضي ففي آخر اللقاءات وبعقل داري، ليرتفع رصيده لنقطة 18 وارتفع رصيد سوهاج لنقطة 14 بالمركز السابع. وفي نفس السياق نجح الألموني في الفوز بنتيجة وهدفين لهدف وحيدة على بيروت على أرضه في المباراة التي قيمت بملعب الألموني معصر الأحد. الكابتن ياسر الكناني أخباره إيه يا كابتن طارق؟ كابتن ياسر الكناني يعني في احدى المداخلات معه انه طبعا هو راضي عن الفوز وراضي عن اللعب يعني بكل ما يعني ويعني الثلاث نقاط، يعني هو يعني الثلاث نقاط والمباراه القادمه على ارضه ايضا. هو بينه وبين المتصدر نقطتين فقط، يعني هو 19 بونت والمتصدر 21 نقطة اللي هو فريق البنك الأهلي، يعني يعني بينافس على الصعود من أجل الصعود، يعني وليه المباراة القادمة إن شاء الله على أرضه ممكن يحقق نتيجة إيجابية ويصعد لقمة المجموعة. المركز عن المركز الثاني بني سويف بنقطة واحدة، ولديه لقاءين قادمين بملعبه مع سوهاج ومع الفيوم في أول لقاء بالدور الثاني في حالة الفوز. شكرا شكرا للزميل طارق عاشور، للمخرج عمال يكلمنا كابتن طارق، معلش نكمل في الاسبوع القادم ان وقت حلقتنا خلص، ناخد كلمه من الزميل محمد في نهايه حلقتنا. كابتن محمد احنا معانا يعني مجموعات القسم الثالث ومعانا منتخب الاسبوع في معظم المجموعات، لكن لضيق الوقت بنعتذر لعدم ذكر ترتيب المجموعات، وان شاء الله نوافر حضراتكم ترتيب المجموعات في القسم الثالث الأسبوع القادم، وأيضا منتخب الأسبوع في كل مجموعة إن شاء الله. حلقة جميلة ومتجددة لكل السادة المشاهدين والمتابعين لملعب المظاليم، ودايما زي ما قلنا وجبة خفيفة على السادة المشاهدين للرياضة المصرية في دوري المظاليم في ملعب المظاليم ملعب الأندية الغلابة. جاءنا الآن من مراسلنا الأستاذ محمد صلاح أن الكابتن طارق محجوب مديرا فنيا لنادي بلدي مالية كفر الزيات، والكابتن عبد الرحمن فهمي مدرب عام، والكابتن وائل شكر مدرب حراس مرمى. أعزائي المشاهدين انتظرونا كل يوم أربعاء في 6 مساء على قناة الصحة والجمال برنامج ملعب المظاليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.